توكو فوبيا دي بقى يعني ايه؟ طيب خليني الاول بس احب يعني ابدي سعادتي الشديده ان احنا النهارده بنتناقش في الموضوع ده. طبعا. ليه بقى؟ مش بس علشان هو بقى كومن، لان الموضوع ده كمان بياخد روابط اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه واسريه وطبيه، يعني مش طبيه بس. وانا بالفعل ناقشت الموضوع ده في عدد الجمهوريه، في مقال الجمهوريه، وناقشته في اخبار اليوم، لانه انا لقيت ان انا وانا في العياده مثلا بلاقي ستات كتير بتشتكي من الموضوع ده وهم مش عارفين. تيجي الست تشتكي لك انها انا بسقط كذا مره، وانا واخد القرار وهعمل كذا وهعمل كذا، وتلاقي تقعدي تدوري مفيش اسباب، وتلاقي ان الموضوع نفسي. فحسيت ان الموضوع ده مهم جدا. وحقيقه انا بشكر فريق الاعداد اللي انا يعني بحترمهم جدا، استاذ عمر واستاذ اسلام، على اهتمامهم بالقضيه لما طرحتها عليهم وان احنا نناقشها النهارده. ده مبدئيا. تاني حاجه بقى، يعني ايه توكوفوبيا؟ توكو يعني حمل، فوبيا يعني رهاب. يعني رهاب الحمل يعني طبعاً. بتيجي على الفتره على البنات او السيدات بسبب التغيرات الهرمونيه والفسيولوجيه والستريس اللي حواليها في المجتمع، او المقبله على الزواج لسه ولسه ما عندهاش معلومات كافيه، بيجي لها حاجه اسمها فوبيا الحمل. يعني ايه؟ انا خايفه احمل. طب ايه توكو دي؟ مش حمل يعني بريجننسي؟ لا، المصطلح احنا دايما حتى بنسميها توكوليسز او توكو. اه حاجه طبيعيه. توكو لاتن يعني فوبيا، يعني رهاب الحمل او فوبيا الحمل. والولاده كمان، يعني فوبيا الحمل والولاده. الفكره في ايه بقى؟ الست بتيجي عندك بتشتكي ان انا عندي خوف شديد جدا، انا مش قادره اقبل على فتره الحمل دي. انا لا، انا هولد، لا مستحيل، انا هولد بجد، انا هولد كده زي البنات العاديين، انا لا، انا خايفه جدا ومرعوبه. لدرجه انه الناس اللي حواليها طبعا ما بتتقبلش الفكره دي، بتفتكرها بتدلع، بتفتكر انها بنت يعني بتتهزر جايه مش عارفه ايه، فتبدا طبعا المجتمع يتحامل عليها اكتر واكتر، حماتها مايسه بقى ومش عارف ايه وكده، وما يعرفوش الموضوع ده ازمه كبيره نفسيه بتصيب الفتيات، وهنقول اسبابها دلوقتي. بتعمل لها ليميتيشن، لما انا بقى افرق بين الفوبيا العاديه اللي انا يعني خايفه وبتدلع وكده، وانها فعلا عندها فوبيا، انه بيحصل ليميتيشن. يعني ايه ليميتيشن؟ يعني البنت ممكن تجهد نفسها بدون ما تشعر، باللاوعي ممكن تجهد نفسها، ممكن بقصدها ولا بقصدها؟ مش بقصدها، بقصدها من كتر الفوبيا انها تعدي على المرحله دي، مرحله الحمل ومرحله الولاده. طب هل ممكن يحصل لها اجهاض وهي مش فاهمه بيحصل لها اجهاض ليه؟ بسبب ان هي خايفه؟ اجهاض بيبقى ليه اسباب كتير قوي. من ضمنها طبعا لو احنا شلنا حاجات تقيله، لو عملنا اوفر اكسايز اكتيفيتيز، بس الحاجه النفسيه كمان اكيد بتاثر على البريجننسي هيلث بشكل كبير. يعني حالتي النفسيه الاستريس ده، احنا كنا عايزين نقول حتى كمان هنكمل ان في علاقه شديده بين حاله النفسيه للام وبين تطور الخلايا العصبيه وتطور الحاله الصحيه للجنين بشكل كبير. يا حرام. فطبيعي جدا، وخاصه اول 3 شهور بيتكون الجهاز العصبي، بيتكون يعني اول 3 شهور في الحمل لو بنسميها الفيرست تريمستر، ذا فيري امبورتنت. فالحاله النفسيه للام في الفتره دي اصلا دي مشكله. بلس بقى ان هي تاخد الاجراء ان هي تجيلها الجراه انها تدخل تجهد نفسها، دي مشكله تانية. او لو هي لسه بنت مقبله على الجواز، ممكن تبوظ الجواز عادي جدا بسبب الموضوع ده. ممكن تبدا تستخدم وسائل منع الحمل بطريقه وسواسيه زياده عن اللزوم. الموضوع ده بقى مع الوقت بيعمل لها مشاكل كتير طبعا. مشاكل اجتماعيه طبعا، اكيد مش اي حد ممكن يتقبل ان زوجتي مثلا بتعمل تصرفات ابنورمال، هو مش فاهم وفاهم ان هي حاجه عاديه. مشاكل طبعا اقتصاديه، لما تدخل تسقط نفسها كذا مره دي مشكله كبيره. طب هل سبب مثلا المخاوف عندها برضو ممكن تكون خايفه على جسمها مثلا بشكل كبير؟ هنقول بقى يعني اسبابها إيه؟ ايه وليه برضو انتشرت اخر فتره او سمعنا عنها بشكل كبير في الفتره الاخيره؟ طيب عايزه اقول لك حاجه، المشكله كلها في الفوبيا او التوكوفوبيا ايه؟ دايما الفوبيا عامه في الطب النفسي حتى بتبقى اسبابها معتقدات شخصيه او افكار او تجارب سابقه. يعني هي مثلا عندها اعتقاد شخصي ان انا لو حملت هيجي لي امراض خطيره اثناء الحمل، زي تسمم الحمل او سكر الحمل. هيجي لي تشوهات في الجنين، هيجي لي الام شديده جدا في الحمل مش هستحملها، هيجي لي ولاده متعسره ممكن اولد في اي مكان في الشارع او في اي مكان، هيجي لي نزيف قوي اثناء الحمل. وسواس وتخيلات كده، وسواس وتخيلات مش بقى. مش واقعيه. تزيد بقى كمان ايه؟ لو هي كانت حامل قبل كده وحصل لها مشكله. مثلا ولدت سيزيريان، حصل لها كومبليكيشنز اثناء الولاده، نزفت، حصل لها نزيف شديد، ابنها مات، توفى سواء ابورشن طبعا دي فوبيا كبيره جدا، وتوفى فور الولاده على طول، بنسميها برينيتال ديس او نينيتال ديس، بعد اتولد راح توفى بعديها على طول. لو هي بقى بنت لسه صغيره في السن وحضرت ولاده من غير ما حد يفهمها الفسيولوجي اللي بيحصل وان ده حاجه طبيعيه، ويبدا يفهمها الستبس، بتبدا تتراكم عندها خبرات مع الوقت.
او حضرت تجربه زي اللي بتحكيها ان شافت حد او حضرت تجربه زي دي والبيبي والمشكله تبقى اكتر لو هي اللي عاشت التجربه دي طبعا يعني مثلا لو لا قدر الله ام جالها قبل كده طفل حصل له تشوه خلقي. طب هل من ضمن الفوبيا دي مشاهد الافلام؟ بصي بقى طبعا اللي هي بتولد يجيبوا ميه سخنه وبتصرخ وبعدين ايه بقى يعني هو بس مش يعني عمال يسمعك الصوت بتاعها واهلها بره وبعدين يجيب لك عليها بالكاميرا وهي حاجة. بتصرخ كانها هتروح تطلع الفكره خلي بالك اي حاجه تثبت الفكره تزود الفوبيا طب انت بتثبتيها صوت وصوره وسسبنس وميوزك يعني عايز اقول لك على حاجه انا ما كنتش خايفه من الحمل بس كنت خايفه من الولاده بسبب مشاهد الافلام دي بالذات الحفيد فاكره فيلم الحفيد وهي مشهد وهي بتولد منى جبر وهي بتولد لا يعني بصراحه انا ده هو ده اكتر حاجه في ذهني من وانا عيله هي المشكله دايما بتبقى في المعتقدات اللي احنا بنثبتها لنفسنا نحط لها بقها عشان تقعد يعني نص ستات مصر مش هتتجوز بسبب المشهد ده على فكره